الرحمن الرحيم. اخواتي واحبائي واصدقائي واسرتي التانية، مشاهدي ومتابعي قناتكم قناة اخوكم ايهاب الطوخي، اهلا بكم في فيديو جديد. دايما بيحصل في مصر ان في موضوعات او اشخاص او اشياء بتظهر فجأة وبتنتشر فجأة وبتطلع ترند فجأة، وبيكون مثار اهتمام الناس بشكل كبير جدا وبحث الناس، وبيكون بتشغل جزء كبير جدا من اهتمام الرأي العام. الموضوعات دي زي ما قلت بتظهر فجأة وبتطلع بسرعة الصاروخ وبتحتل جزء كبير من اهتمام الناس لفترة من الزمن، وبعد كده بعد ما خلاص الناس بتبطل انها تدور عليها او تبحث عنها، بتبدأ الموضوعات دي تنزل وبتحل محلها موضوعات تانية او اشخاص اخرين او اشياء اخرين. وطبعا وجود الموضوعات دي على قمة بحث الناس وشغف الناس بمعرفة معلومات عنها، دي بتكون الفترة الذهبية الخاصة بهذه الموضوعات او الاشخاص او الاشياء. النهارده انا جاي اكلم مع حضراتكم في موضوعين، الموضوعين دول كانوا مثار اهتمام الرأي العام خلال الايام القليله الماضيه. الموضوع الاول موضوع بسيط وجميل وظريف، وهو خاص بلعبه ظهرت في الاسواق خلال الايام الماضيه وحظيت باهتمام الناس بشكل كبير جدا، وهي لعبه زهره الصبار الراقصه. وطبعا انا مش جاي اتكلم عن اللعبه او اشرح اللعبه والكلام ده كله، لكن زي ما حضراتكم عارفين انا ممكن بتعرض لموضوع او بتكلم في موضوع عشان في مغزى من حديثي عن هذا الموضوع او في حاجه انا عاوز اقولها من خلال هذا الموضوع. لعبه زهره الصبار الراقصه دي لعبه ظهرت في الاسواق خلال الايام الماضيه. وقبل ما نبدا نتكلم عنها ونعرف اللعبه دي ظهرت ازاي وايه ظروفها وكل التفاصيل او كل المعلومات عنها، نشوف فيديو بيوضح ايه هي اللعبه دي ونظامها ايه وبتشتغل ازاي وبتعمل ايه، ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية. يعني مش فترة، مش من ايام او من شهور او حاجة زي كده، موجودة من قبل كده بكتير، وده من واقع الكلام اللي قالوا الناس اللي هم شغالين في هذه اللعبة بيسوقوها وبيبيعوها والكلام ده كله. قالوا ان اللعبة دي موجودة من فترة طويلة وكانت موجودة عادية، كانت لعبة عادية جدا يعني موجودة، وبالبلدي كده باللغة الدرجة الجميلة بتاعتنا كانت مرطرطة يعني، ولكن اتعمل لها دعاية صح، اتعمل لها تسويق صح، فخدت حظها كده او انتشرت يعني. يعني كان حاجة كانت موجودة وما كانش حد بيعبرها، دلوقتي طبعا اتعمل لها دعاية فبدأت تلفت نظر الناس والناس بدأت تحبها، ممكن بدأت يعني الناس تعرف بعض التفاصيل عنها فحبوها فبدأوا يقبلوا عليها، فوصلت للمرحلة اللي هي وصلت لها، يعني احتلت اهتمام الناس واصبحت ترند والناس بتدور عليها وبدأت الناس تتكلم عنها وبدأت الناس تعمل فيديوهات عنها وعن طريقة شغلها، وبيوضحوا هي بتشتغل ازاي وايه نظامها وايه الاصلي منها وايه اللي مش اصلي، يعني كلام كتير جدا تم فيما يخص هذه اللعبة. وزي ما قلت طبعا هي كان تمنها برضو ده من واقع الناس اللي هي شغالة فيها والناس اللي هي بتسوقها وبتبيعها والكلام ده كله، ان تمن اللعبة دي في الماضي يعني وقت ما كانت موجودة ومحدش بيشتريها او كانت موجودة وما كانش حد مهتم بيها كان تمنها 35 جنيه، يعني مبلغ تافه جدا. النهاردة وصلت بعد حجم الاهتمام الكبير جدا بيها وصلت ل 500 جنيه، لكم ان تتخيلوا يعني الفرق دي من 35 جنيه ل 500 جنيه فرق كبير جدا، يعني فرق كبير ان على حاجة كانت اوريدي موجودة ما كانش حد بيهتم بيها على الاطلاق، ما كانش حد بيعيرها اي اهتمام، ولكن سبحان الله لان تم يعني ازاحة الغبار من عليها او زي ما قلت اتعمل لها دعاية كويسة او تسويق كويس، فالامر ده ادى ان الحاجة اللي كانت موجودة وممكن تحت سمع وبصر الناس فجأة تحولت الى حاجة الناس كلها تشتهيها وعايزاها وعايز تقتنيها وعايز تشتريها لاولادها. طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم انا ما بتكلمش عن اللعبه، يمكن يبقى اقول تفاصيل بسيطه او يعني قشور بسيطه عنها برضو عشان نفهم القصه ونعرف ان دي مش حاجه جديده، ان اللعبه دي موجوده من فتره وليس بالامر الحديث، يعني موجوده في مصر من زمان يعني وكانت موجوده، لكن زي ما انا قلت يعني حالها اتبدل بين ليلة وضحاها نتيجة ان في ناس اهتموا بيها واظهروها بشكل كبير للناس، وبالتالي الناس انظارهم التفتت اليها، وده بيحصل في حاجات كتير جدا في حياتنا. غرض ايه بقى من التعرض للقصه دي؟ انا مش طبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين وزي ما قلت انا مش بتكلم على اللعبه وبشرح تفاصيلها والكلام ده كله، لكن انا باخدها زي مدخل او ليها مغزى او ليها مغزى من الحديث عنها عشان نوصل برضو رسالة او نتكلم مع بعض في امر ممكن يكون اعمق شوية من الموضوع ده، ده موضوع انا باخده زي مدخل عشان اتكلم فيه في امر تاني.
ان في كتير في اشخاص موجودين في حياتنا، في اشخاص وجهات ممكن يعيدوا اكتشاف اشخاص اخرين او اشياء اخرى موجودين داخل المجتمع، يعيدوا انتاجهم مرة تانية عن طريق تقديمهم بشكل مختلف او ان هم يسوقوهم بشكل مختلف. وبالتالي الاشخاص اللي هم كانوا موجودين اوريدي، موجودين حوالينا وموجودين في كل مكان وممكن بنشوفهم ومش واخدين بالنا منهم، لما بيتم اظهارهم بشكل اخر او بطريقة اخرى، او بيتم يعني تقديمهم بشكل مختلف، بشكل فيه نوع من العبقرية او نوع من الاحتراف، الاشخاص دول او الاشياء دي طبعا بيظهروا قدامنا زي ما يكونوا حاجة اول مرة نشوفها، يعني شيء اول مرة نشوفه. الموضوع ده بيحصل في مصر، ولكن للأسف بيحصل بشكل عكسي، بيحصل بشكل عكسي. لو تم تقديم او اعادة انتاج اشخاص او اشياء موجودين في حياتنا، موجودين في حياتنا، وخلينا نلفت نظر الناس ليهم او لفتنا نظر الناس ليهم وخلينا الناس تهتم بيهم وتشوفهم بشكل مختلف وبشكل جديد، لو كان الاشخاص والاشياء دول اشخاص نافعين او اشياء نافعه، فطبعا ده شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. بالعكس احنا المفروض ان احنا ندعم امر زي ده، يعني ونلوم نفسنا اللي احنا ما كناش شايفين الاشخاص الكويسين دول او الاشياء الكويسه دي. وطبعا احنا عندنا يعني نماذج كتيره زي علماء، زي مفكرين، زي فنانين، في ناس كتير جدا موجودين حوالينا ما حدش حاسس بيهم رغم ان هم عندهم يعني جانب كبير جدا من العبقريه في مجالاتهم، ولكن ما حدش في بقى ناس دورها او جهات او مؤسسات او اشخاص ايا ما كان دورهم، ان هم بيعيدوا اكتشاف هؤلاء الاشخاص مره تانية، بيعيدوا اكتشاف مواهبهم ويوظفوهم صح ويقدموهم صح. وبالتالي انت ممكن تقول معقول الناس دي كانت موجوده تحت عيني وتحت سمعي وبصري وانا ما كنتش شايفهم، وانا ما كنتش شايفهم وما كنتش مكتشف موهبتهم. انا ما كنتش مكتشف موهبتهم لان كان في غشاوه على عين الانسان، ما كانش مكتشف موهبتهم، ما كانش شايفهم، او ما تمش تقديمهم بالصوره الصحيحه، او ما تمش تقديم الاشخاص او الاشياء دول اللي هم على قدر كبير من العبقريه بالصوره الصحيحه. فلما تم تقديمهم بشكل جديد، يعني اتعمل لهم دعايه كويسه، اتعمل لهم تقديم كويس، ظهروا وفعلا يعني خدوا حقهم اللي هم يستحقوه. ولكن اللي بيحصل في مصر للاسف، وانا بقول الكلام ده طبعا وانا اسف، ان احنا ممكن نعمل نصنع اشياء ونصنع اشخاص، ولكننا بنصنع الاشياء الخطأ والاشخاص الخطأ. يعني لما بنيجي نقدم او لما بنيجي ان احنا نعمل ماركتينج مثلا، يعني لو صح التعبير، لشيء او لشخص بنحاول ان احنا نقدمه للمجتمع، للاسف بنقي يعني حثالة المجتمع عشان نحطهم على قمة الهرم الاجتماعي. وزي ما انا اتكلمت قبل كده في فيديوهات اخرى، وهظل ان اتكلم في الموضوع ده لان الموضوع ده على قدر كبير جدا من الاهمية والخطورة. احنا بنتكلم على لعبة، اللعبة دي لعبة مش هتضر، بالعكس هي لعبة انا شايفها انها لعبة جميلة وظريفة وكيوت ورائعة يعني، واكيد هتبقى ممتعة للاطفال ومش هتضرهم في حاجة، بالعكس يعني انا شايف انها لعبة ظريفة جدا بتردد الكلام وهتكون ممتعة طفل يعني، ماشي. فاذا كان لعبه، لعبه يعني حاجه جماد، جماد من صنع الانسان، يعني ما بيضرش، بالعكس ممكن الطفل يستمتع بوجوده، ممكن يعني يقضي معاه وقت طويل جدا ويكون مستمتع جدا باللعب بيها. ولكن فلما حاجه زي كده يتعمل لها ماركتنج او يتعمل لها اعاده يعني اظهار مره تانية، او يعني اللي احنا نسوقها صح زي ما انا قلت، بالعكس ده شيء جميل، ده شيء جميل يعني، ودي لعبه يعني حاجه تافهه جدا يعني، ولكن اتعمل لها اعاده تسويق مره تانية او اتعمل لها اعاده انتاج مره تانية، فده شيء جميل جدا وشيء رائع جدا. واحنا حاجه زي كده طبعا يعني ايه، حاجه ايجابيه وهي لعبه زي ما انا قلت قبل كده، يعني حاجه بسيطه جدا وتافهه. لكن للاسف اللي بيحصل عندنا اللي احنا لما بنحاول ان احنا نكتشف اشخاص او ان احنا نقدم اشخاص او ان احنا نطلع اشخاص فجاه من العدم كده زي ما قلت من تحت الارض، بيطلعوا فجاه ويحتلوا يعني جزء من اهتمام الناس، او بنفرضهم على الناس عشان يحتلوا جزء من اهتمامهم، للاسف بنختار الاشخاص الغلط او بنختار الاشياء الغلط. وطبعا خلينا نتكلم في الاشخاص لان الاشخاص اهم من الاشياء دلوقتي. بنقدم طلعنا للاسف يعني في ناس مسؤولين مسؤوليه مباشره، مسؤولين مسؤوليه مباشره عن كل حاجه، يعني جزء كبير من اللغط وجزء كبير من المشاكل اللي بتحصل في المجتمع عن طريق تقديمهم لكل ما هو سلبي، سواء اشياء سلبيه او اشخاص سلبيين.
وفي ناس او جهات دورها الوحيد هي اظهار او يعني جعل حثالة المجتمع يتصدرون المشهد. احنا النهاردة شايفين للأسف الموجودين على قمة الهرم الاجتماعي هم المفروض يعني هم المفروض يكونوا قاع المجتمع، ولكن للأسف الجهلة ويعني اللي هم يجهلوا كل شيء في الحياة حتى القراءة والكتابة، و يعني اللي هم على قدر كبير جدا من الأخلاق السيئة والكلام ده كله هم دول المتصدرين للمشهد هم. فلما نعمل ماركتينج لدول أو نعمل تسويق لدول يبقى ده خطأ كبير جدا وتبقى جريمة في حق المجتمع. يعني تسويق لعبة زي دي، لعبة جميلة وظريفة وتمتع الأطفال وأطفال يستمتعوا بها، ده شيء جميل بالعكس وشيء رائع يعني. لكن لما نسوق أشخاص بقى، الأشخاص الغلط لما نسوقهم ونقدمهم على إن هم دول النماذج اللي المفروض الأطفال الصغيرين أو اللي هم يعني في مرحلة الصبا في إعدادي وفي ثانوي يشوفوا إن هم دول النماذج اللي المفروض يتم الـ يعني الـ يكونوا يعني نماذج ليهم عشان يقتدوا بيهم أو يسيروا على نهجهم، طبعا الموضوع ده موضوع في منتهى الخطوره. وللاسف يعني في يعني حركه ممنهجه او سير ممنهج في هذا الاتجاه اللي احنا ما نقدمش للاسف اي حد على قدر من العلم او على قدر من الثقافه او الكلام ده كله، ما نخليش الناس دي يعني في الصداره رغم ان المفروض دول يكونوا في الصداره، لان لما يكون الناس دول في الصداره وفي احتفاء بيهم وفي احتواء ليهم وفي اهتمام بيهم واللي احنا بنقدمهم على ان هم دول فعلا يعني كريمة المجتمع بالبلدي كده، العلماء والمفكرين والفنانين المحترمين والناس اللي هي بتساهم في فعلا تنمية أي بلد، لما نقدمهم للأجيال الصغيرة على إن هم دول النموذج الكويس، النموذج اللي احنا بنهتم بيه، اللي البلد بتهتم بيه، اللي البلد عاوزاه، الكلام ده كله هيخلي الطفل الصغير أو اللي هو الشخص اللي لسه في مقتبل حياته يسعى إن هو يكون زيهم، يسعى ان هو يكون زيهم، لانه هو شايف ان الراجل ده او الشخص ده ايا ما كان سواء راجل او امرأة، يعني رجل او امرأة اللي تعب واجتهد وشغل دماغه ويعني وكان عنده قدر من العبقرية وقدر ان هو يتميز في مجال سواء مجال علمي او مجال ديني او مجال فني ايا ما كان، مهم يكون بيقدم او بيؤدي شيء ايجابي في هذا المجال، ان ده المسار اللي مشي فيه والعلم اللي خده واهتمامه بالتعليم واهتمامه بالثقافة واهتمامه بالعلم وصله ان البلد بقت مهتمة بيه وحطته على رأس او على قمة الهرم الاجتماعي. فطبعا كل الناس عاوزة تطلع قمة الهرم، يعني مفيش انسان عاوز يبقى في القاع، يعني كل انسان عاوز يوصل لقمة الهرم الاجتماعي. فلما انا احط على قمة الهرم الاجتماعي، قمة الهرم الاجتماعي والعلماء والمفكرين والناس المحترمة دي اللي هم زي ما انا قلت دول ذخيرة اي امة وذخيرة اي دولة، بخلي الجيل الجديد يبص هو مين اللي قاعد فوق القمة ده، ده قاعد العالم وقاعد المفكر وقاعد الطبيب وقاعد المهندس وقاعد الناس المتعلمة، الناس المثقفة، الناس اللي هي فعلا بتقود الدولة نحو مستقبل أفضل. فأنا كطفل صغير أو كشاب صغير بيبقى غرضي اللي أنا عاوز أوصل للقمة أنا كمان، وبالتالي زي ما أنا قلت أنا بسأل مين اللي فوق، فاللي فوق هم هي الفئات دي، فأنا هبقى أسعى بكل ما أوتيت من قوة عشان أوصل للقمة. طب اوصل للقمة ازاي؟ لازم ابقى زيهم، يبقى لازم اهتم بالتعليم ولازم اهتم بالثقافة ولازم اهتم بالعلم ولازم اذاكر كويس ولازم اجتهد عشان خاطر اوصل للمكانة دي، لان انا شايف ان اللي في القاع ده بالنسبة لي الوضع الطبيعي او الوضع الصحيح، الوضع الصحيح او ما يجب ان تكون عليه الامور. انا شايف ان اللي في القاع هم حثالة المجتمع، هم حثالة المجتمع، يعني بقى أي مكان هؤلاء الحثالة المجرمين بقى والبلطجية واللي 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 والكلام ده كله والأشكال الضالة اللي مالوا حياتنا للأسف في الفترة الأخيرة دول اللي في القاع. أنا مش عايز أبقى في القاع، يعني أي شخص طبيعي هيقولك أنا مش عايز أبقى في القاع، أنا عاوز أبقى في القمة. طب مين اللي موجود على القمة زي ما أنا قلت؟ دول لا، دول علماء ومفكرين والفنانين المحترمين واللي عندهم الناس اللي عندها قدر من العلم والناس اللي تفوقت والناس اللي تعبت والناس اللي اجتهدت على واشتغلت على نفسها عشان تصل إلى مرتبة كويسة. لا، فأنا عاوز أوصل للقمة، فأنا هبقى زيهم، هيبقوا دول هم النموذج، يبقى أنا هعمل زيهم كشاب صغير أو كطفل صغير عشان أوصل للقمة الهرم الاجتماعي. لكن للأسف زي ما انا قلت، يمكن انا زي معلش انا اطلت في هذه الجزئيه، لكن انا زي ما قلت ان انا بتعرض لموضوع اللعبه دي، اللعبه كانت موجوده واتعمل لها تسويق جيد فاصبحت اتنقلت من حال الى حال، من لعبه مركونه
وهي لعبه جميله وظريفه يعني، المفروض انها تنتشر، وفعلا لما اتعمل لها يعني تم الاهتمام بيها وتقدمت بشكل جيد واظهرناها للناس ووريناها للناس ان دي لعبه كويسه وجميله، الناس اقبلت عليها. اذا الناس مش عاوزه الشيء السيء، لان حتى اللي بيقدموا فنون سيئه يقول لك ايه، ما الذوق العام، لا الذوق العام مش عاوز كده، الذوق العام مش عاوز كده، الناس عاوزه كل ما هو، قدم لهم الجيد هيروحوا للجيد، ما تقدم لهمش الرديء. انت لا تقدم، للاسف لا نقدم الان الا كل ما هو رديء، قدم لهم الجيد، الناس هتروح لجيد، الناس دايما عاوزه الحاجه الكويسه والحاجه الجميله والحاجه الجيده، الناس ذوقها مش متدني، بالعكس في ناس بتساهم في انها تدني ذوق الناس وانها تنزل بالناس. فانا زي ما قلت، هرم قمه الهرم الاجتماعي لما احط عليه العلماء والمثقفين والناس المحترمه دي اللي هي فعلا بتقود الدور نحو التقدم والتنميه الحقيقيه. انا كشاب صغير زي ما انا قلت، بس عشان ما عيدش انتهى الكلام مرة تانية، هبقى غرض ان انا اوصل للقمة عشان اتربع عليها، فلازم انا ابقى زيهم، فلازم انا اجتهد ولازم اشتغل على نفسي. لكن اللي حصل للاسف اللي احنا حطينا هؤلاء العلماء والمفكرين والمثقفين والمحترمين على اختلاف اشكالهم والوانهم وانواعهم، حطيناهم في قاع الهرم الاجتماعي، وحطينا دول فوق، بقى اللي فوق دول هم حسنة المجتمع، هم اللي قاعدين على قمة الهرم الاجتماعي، هم دول بقى اللي عايشين عيشة راغدة، اللي هم عايشين يعني في ثراء فاحش وعندهم كافة العقد وكافة أوجه النقص يعني، ولكن طبعا هم بيزوروها من وقت للتاني. فطبعا أنا واحد زي ما أنا قلت، أنا عايز أوصل للقمة. طب يا جماعة مين اللي في القمة دول؟ معلش يعني مع احترامي ليكم، دول الصيع والبلطجية وحسنة المجتمع. طب ما خلاص أنا كمان هبقى صيع وبلطجي من حثالة المجتمع عشان اوصل. ما هي دي السبيل للوصول للقمة. للأسف ده الامور لا تستقيم بهذه الطريقة. انا بس حبيت ان انا اتعرض لمثال زهرة الصبارة الراقصة او لعبة زهرة الصبارة الراقصة عشان اوصل لهذه الجزئية. اتمنى ان انا اكون وصلت فكرتي لحضراتكم، ونبدأ نتكلم في الموضوع التاني. الموضوع التاني على قدر كبير من الأهمية والخطورة، وباختصار الموضوع ده ان في تشكيل عصابي قدر ان هو يستولي على يعني مبالغ مالية خاصة ببعض المودعين في بنك مصر. القصة اثرتها يعني احدى السيدات الفضليات اتكلمت، اللي هي تعرضت او كانت من ضمن هؤلاء الضحايا، وتم الاستيلاء على مبلغ يعني ما يزيد عن 200,000 جنيه من رصيدها داخل البنك. هي طلعت واتكلمت وقالت ان في تليفون جالها من احد الاشخاص قال ان هو شغال في خدمة العملاء وطلب منها بعض البيانات. هي رفضت انها تديله البيانات دي، فقال لها لا ده انا محتاج، احنا بنعمل ربط الكتروني او اونلاين ما بين البنك وبين العملاء بتوعه، بحيث ان كل المعاملات البنكية تتم اونلاين وكده. وهي كان تم اختارها قبل كده من البنك بالمعلومة دي، وبالتالي فهي حست ان هو عنده نوع من المصداقية شوية. قال لها طيب انا محتاج ان انا في حاجة معينة هحتاجها من حضرتك ومش عارف ايه. طبعا زي ما هي بتحكي وزي ما تقولوا، هنشوف الفيديو ان شاء الله اللي هعرضه حالا على حضراتكم. طلب طبعا هو زي ما قلت طلب البيانات، هي رفضت، قال لها موضوع الاونلاين، وهي كان عندها سابق معلومية بالامر ده او سابق معرفة بالموضوع ده، وتم اختارها بمعرفة البنك ان يكون في ربط الكتروني. فهي طبعا حست زي ما قلت ان في يعني ايه نوع ان هو بيتكلم في نوع من الصدق في كلامه، وهي ما تعرفش طبعا ان هو بيوقع بيها وبيحاول ان هو يوقع بيها بكل الطرق. فقال لها طيب انت حضرتك معاك التليفون، البنك هيبعت لك رساله او هيبعت لك رساله برقم كودي هتقوله لي حالا. قالت ان هو اتبعت لها رقم مكون من 4 ارقام، قالت له هذا الرقم، هي بتقول كده يعني وفقا للروايه بتاعتها، يعني اتبعتت لها رساله كانوا مكون من 4 ارقام، وقال لها ان خلاص تم التحديث وشكرا، وبتقول قفل وما اتكلمش معاها في اي حاجه. حتى لما بدا في حديثه معاها، ما المفروض بتقول يعني طبيعي ان هم بيقولوا لها انت رقم الحساب بتاعك ايه، رصيدك قد ايه كده، بتقول طبعا هو طبعا كان قام بسحب المبلغ الكبير ده منها، وبتقول ما تجاليش اي اشعار بان تم اي سحب مبالغ ماليه مني. وبعد كده بتقول ان هو بعدها بعد الموضوع ده بكام يوم جالها اختار او تم الاتصال بها تليفونيا من معرفه البنك الرئيسي الفرع الرئيسي لبنك مصر، وقالوا لها هل في حد اتصل بيكي وقال لك 1 2 3. بتقول طبعا اللي كان بيقول زي ما يكون عارف القصه، يمكن طبعا نظرا لان في شكاوى كتير حصلت، وطبعا هم عرفوا ان في عمليه سطو الكتروني تمت على البنك، وبالتالي طبعا هم كانوا بيتصلوا بالعملاء وعرفوا ايه الارصده او الحسابات اللي تم الاستيلاء على مبالغها او اجزاء من مبالغ الموجودة فيه. فقالت له ايوه ده حصل.
قال لها طيب مفيش اي رسائل تانية ترد عليها او حاجات من هذا القبيل. هي طبعا هتشوف انتوا القصه طبعا على لسانها، لان طبعا اللي انا بتحكيها افضل ما انا احكيها، ولكن هي طبعا بتلوم ان طالما انتوا نما الى علمكم امر زي ده ليه ما اخترتونيش من قبل. نشوف الفيديو مع بعض، وان شاء الله بعد الفيديو هكون ده نهايه الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى ان شاء الله ما اكونش اطلت عليكم، واتمنى ان افكاري تكون بتوصل لحضراتكم، لان طبعا ده شيء يهمني جدا ويسعدني. ولو في اي ملاحظات يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، لو في اي ملاحظات في كلامي، في حاجه مش عاجبه حضراتكم في الفيديو، او لو في حاجه مثلا حضراتكم عاوزيني ان انا اناقشها واتكلم مع حضراتكم فيها، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله على خير، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.